بس انتوا طيبين يا جماعة، احنا داخلين على رمضان والحاجة غالية، فمعلش هنضطر نضحي. نخش على مين بقى؟ عايزين حد كده، ايه، حد غالي عليا كده، ممكن زعبلاوي غالي عليا بس ما تغلاش عليك يا معلم، اكله في رمضان. فاضي التصوير يا جماعة عشان عمال يضرب فيا، مش عايزنا نصور عياله. هنمسكه عشان نعرف نصور عياله زي ما حضراتكم شايفين كده. الحصويتين لسه هم ما شاء الله لسه طالعين من الحصوية حالا، حتى في واحد فيهم مقلوب على ظهره وزي ما حضراتكم شايفين كده. يا ابني يا ابني حبيبي، طب تعالوا يا جماعه نطلع زعبلاوي خالص من العشة عشان مش هنعرف نصور منه اي حاجة. عايزين نعدل ابنه. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده عدلناه على هادي وبالراحة اهو. ونشيل بقى ايه، عايزين نشيل، مؤاخذة يا جماعة الدنيا ضيقة، عايزين نشيل بقى ايه القشر بتاع البيض ده. زي ما حضراتكم شايفين ده القشر بتاع البيض، وادي الزغلولين مدينا ظهرهم، ادونا وشكوا كده يا جماعة. ادي زي ما حضراتكم شايفين، ادي الحصى، وادي الزغلولين لسه طالعين ما شاء الله، ولاد زعبلاوي ربنا يخليهم له ويا رب يحترم نفسه. طبعا كنت قافش زعبلاوي بين رجلي، بص يا جماعه شرس، خلاص نفدت يا عم. بلكونه الصبح بقول صباح الخير، وداخل ابص على زرعه المانجا الحلوه دي كده، لقيت المنظر ده، قلت لازم الحمام يستفيد من الثوم الطازه ده ونطلع له بيه. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الفل، صباح الجمال، صباح العسل على الغد. ازيكم شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. في بدايه الفيديو ما ننساش نصلي على النبي، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم على الناس كلها، وربنا يا رب يحقق لنا كل اللي بنتمناه، ويكون رمضان كريم علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها، ويا رب يا رب يعدي بخير وسلام على اهلنا. ادعوا لهم يا جماعه، ربنا ينصرهم في محنتهم ديت، وان شاء الله ينصرنا وينصر العرب كلهم. تعالوا بقى، طبعا انا مش هذبح حد ولا هذبح حمام ولا هذبح زعبلاوي، دي لقطه كده بس قلت اعملها ونخش بيها الفيديو. وانا داخل لقيت في توم فريش كده عندنا في البلكونه. التوم الفريش ده يا جماعه جامد جدا، التوم عموما جامد جدا، جامد جدا بالنسبه لينا وبالنسبه للحمام. ده يا جماعه مضاد حيوي طبيعي، مضاد حيوي طبيعي، اقدر ان انا كل اسبوع مثلا كده على الاقل ابتدي اخش يا باشا كده بالتوم ده كده على الحمام بتاعي، بالتوم ده كده على الحمام بتاعي. بص التومه فريش ازاي، بص التوميه اقسم بالله اول ما غرست فيها السكينه بس ريحتها هبت عليا كده. التوم ده يا جماعه مفيد جدا، بيطهر معده فرد الحمام وبيطهر جوف فرد الحمام، بيعمل لك زي وقايه كده، مضاد حيوي طبيعي للحمام، يعمل لك وقايه للحمام كله من الامراض. بتبتدي ان انت بعد كده يقول لك الوقايه خير من العلاج، بتبتدي بعد كده ان انت ما تخشش في قصه اصل الحمام تعب، اصل الحمام مش عارف ايه، لو انت بتعمل كورس وقائي كل مثلا اسبوع مره على الاقل. ابتدي ان انا مثلا الاسبوع دوت طلعت التوم، الاسبوع اللي بعديه اطلع بشويه ليمون واعصرهم في المسق للحمام، يعني اعصرهم على جردل الميه كده، اعصر لي بتاع ايه 4 ليمونات ولا 5 ليمونات، مش هيخسروني اي حاجه، هتلاقيهم بكلام فارغ. هتروح جايب جردل الميه وعصر فيه شويه الليمون وممسق للحمام، تكون معطش الحمام قبلها طبعا عشان يشرب. تيجي مثلا في الشتاء في العز التلج تروح جايب ليمون وعسل اسود او شويه عسل اسود، مش لازم ليمون، شويه عسل اسود كده، وتدوبهم في شويه ميه وتمسق منه الحمام، بتلاقي فرد الحمام دفيان في عز الشتاء يدعي لك. طبعا الوقايات دي يا جماعه الطبيعيه احلى كتير قوي من العلاج سواء بيطري ولا بشري. الحاجات دي بتخليك ما تروحش اصلا لحته العلاج، وتخليك اصلا ما تعديش على ان الحمام بتاعك يعيا. فتعالوا نشوف هندي الحمام بتاعنا التوم الفريش ده ازاي، وخليكم معانا واحده واحده. انا هبتدي كده نسمي الله كده رجاله، وادي فص التوم معايا بالشكل ده تمام. انا هبتدي ان انا اطلع منه، ابتدي اقص الزياده دي كلها اللي هو العرش بتاعه ده، واروح واخد معايا. بص يا جماعه التوم فريش كده وحلو، هاخد الفص اللي انا طلعته ده رجاله، هروح قاسم الفص نصين بالطول كده، نصين بالطول عشان ما يبقاش كبير على بق فرد الحمام، بالشكل ده كده يا جماعه، نصين بالطول كده زي ما حضرتك شايف. الحته دي كبيره برضه، انا ممكن اروح قاصصها نص كمان، يعني الحته دي اروح قاصصها نصين كده، يبقى انا عندي فص التوم طلع معايا 3 حتت اهو. تعالوا نشوف احنا هندي فرد الحمام ازاي التوم ده. تعالوا كده يا شباب، ادي فرد الحمام اهو، انا بمسك فرد الحمام كده واروح مثلا لو عندي ترابيزه زي كده، طبعا الحمام ده ما بيتمسكش، اروح ماسك بق فرد الحمام كده، انا بص مثبت فرد الحمام بكلوه ايدي من ورا اهو، وبمسك فرد الحمام بفتح له بقه كده بايد، وبروح
حاطط له التوميه بالايد التانيه كده، بس اتاكد بس ان هو بلعها لان التوم طعمه مش حلو زي ما انتوا عارفين، فعشان ما يجيش يتفها تاني. ادي فرد الحمام بلع حته التوم معايا اهو، تمام. تعالى كده، لازم الاول اتاكد ان هو بلعها. يعني تعالوا نفتح بق فرد الحمام، نفتح بق فرد الحمام كده، مفيش اي حاجه الحمد لله بلعها. مش عارف واضحه معاكم ولا لا، بلع حته التومه. ممكن لو هي واقفه له هنا كده انت تجريها بصباعينك كده تنزلها له تحت، تمام. طيب الحمام ده، الحمام ده تحتيه حصى بس مفيش تحتيه زغليل. الحمام اللي تحتيه زغليل ما ينفعش اديله التوم ده. ليه؟ لان التوم ده برضو حامي يا جماعه، حامي على الزغليل الصغيره. فلما انت تديه للحمام اللي تحتيه زغليل هيبتدي ان هو يجهزه في اللبه بتاعه برضو من ضمن الاكل اللي في الحصيصله بتاع اللي في الحويصله بتاعته، فبيبتدي بعد كده ان هو ياكل منه الزغليل الصغيره. فانا مش عايز بس حتى اول 3 4 ايام ان الحمام او الزغليل تاكل توم، لان هيبقى حامي عليها. انا بقى عايز اجيب لك جميع الاحجام بتاعه العظم بتاع الحمام زي ما حضرتك شايف. نفس القصه، بسند بكلوتي كده لو انا حاطط على ترابيزه ولا حاجه، بسند بكلوتي على ظهر فرد الحمام عشان اكون متحكم فيه ما يطرش مني، واروح مديله التومايه في بقه زي كده، وابتدي ان انا اسهل له البلع بتاعها. بس سبته، فرد الحمام اكل التومايه وبقى زي العسل وبقى زي القمر. تعالوا نفتح بقه كده نشوفه لسه في بقه ولا بلعها. اهي اتبلعت يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله ما شاء الله. فرد الحمام بلع التوميه. طب تعالى كده عشان ابقى وريتك كل حاجه برضو. في فرد حمام سهل هنا، في فرد حمام عنده سالمونيلا من اللي خدوا التوم، تمام. طيب يبقى فرد الحمام دوت اكيد حاجه من الشلبازيات دي، لازم كده. يبقى احنا كده كويس قوي ان احنا بنديهم التوم. التوم هيبقى مفيد كمان معاهم للسالمونيلا اللي هم اسهلوها دي. هبقى اوريها لكم برضو دلوقتي واقربها لكم. طيب احنا اكلنا، فاضل لنا اخر فص اهو عشان ابقى وريتك كل حاجه. ده زغلول اهو، ده زغلول صي لسه يا جماعه، تمام. لسه زغلول صي بالشعر الاصفر بتاعه اهو، شايفين الشعر الاصفر. طيب هديله ايه بقى؟ هديله حته توم زي ما حضراتكم شايفين، اصغر حته اهي، تمام، عشان برضو بقه يستحملها. بس انا عايز اوريك ان الكلام ده انا ممكن اعمله مع كل الاعمار بتاعه الحمام الا الزغاليل اللي لسه صغيره قوي. تعالوا كده، ادي كده بس نسيبه، ننزلها له بس كده، تمام. تعالوا نفتح بقى بق الزغلول. طبعا زغلول شقي شويه، يقعد يثبت يقعد. ادي بق الزغلول يا جماعه بلع التوميه، تمام. الزغلول زي الفل اهو، والحمام عمال يخبط ويرزع ويوقع في الحاجه. بس تعالوا نحطه تحت الاهالي بتاعته. بصوا كده يا جماعه، والله احنا يعني مش محضرين حاجه. ادي التوم، التوم بص الفريش، توم تحفه يعني ما شاء الله. تعالى بقى كده واحنا بناكل الحمام التوم، بص يا باشا ايه اللي حصل. الحمام سهل سالمونيلا اهو، ده كده سالمونيلا. طيب ده جت منين؟ جت من الحمام ده اللي احنا كنا بناكله الشقلبازيات دي. طيب الشقلبازيات دي يا جماعه كده عندها سالمونيلا، مع ان تعالى هنا، تعالى هنا الزبله بتاعتهم كويسه. الزبله يا جماعه الكبيره دي، الزبله الكبيره دي، دي بتكون من التخزين بتاع الحمام علشان بيكون رائد على حصى، فده كان رائد على حصى، فدي زبله قديمه زي ما حضراتكم شايفين من التخزين، لان هو بيقعد فتره طويله فبيقوم يطلعها مره واحده. بس في هنا ايه؟ اثار سالمونيلا. الحاجات دي يا جماعه لازم تاخد بالك منها، ولازم تاخد بالك من الزبل اللي عندك علشان تعرف فرد الحمام بتاعك ده كويس ولا عنده مرض، تلحقه ولا ما تلحقهوش. بس انا كده كده اشتغلت معاه بتوم ده مطهر معوي ومضاد حيوي طبيعي، والله العظيم جربوه بس ومش هتندموا. جربوا الحاجات الوقائيه الطبيعيه دي يا جماعه، الحاجات الطبيعيه دي احلى 100 مره والله العظيم، احلى 100 مره من العلاجات والحاجات دي كلها. حتى شكله يفرح كده. عشان ما نطولش عليكم هكمل انا بقى للحمام كله، وما تنسوناش في دعواتكم، ولو استفدت باي حاجه حتى لو معلومه صغيره من الفيديو دوت اعمل لايك للفيديو، وما تنساش تشترك في القناه لو اول مره تشاهدنا. وكل سنه وانتم طيبين، ورمضان كريم على الامه الاسلاميه كلها. السلام عليكم.